impose pressure on all sides, specifically on the Israeli Prime Minister, to adopt the ceasefire deal and to stop the war in Gaza? Thank you. The European Union can use its diplomatic tools. Some days ago, وزير خارجية الألماني كان يزور إسرائيل وكان يطالب بوقف العنف في الضفة الغربية. يمكن أن نضع ضغط سياسي إلا أن قدراتنا محدودة، وبالتالي نحن نبذل كل الجهود الممكنة وكذلك الولايات المتحدة، لكن لا نعرف لماذا وقف إطلاق النار لا يمضي قدما. سأفقد نظري من قوة أشعة الشمس في عيني. ما زلنا لم نحقق تلك الغاية، وما زال أمامنا طريق طويل، وعلينا أن نتجنب تحول غزة إلى مقديشو جديدة، مقديشو على البحر المتوسط. وبالتالي يجب أن لا نتخلى عن هؤلاء الذين يعيشون بهذا الوضع، وضع من اليأس. السلطة الفلسطينية لديها مسؤولية. أعتقد أنها بحاجة إلى كثير من الدعم، وحتى العودة إلى غزة لا يوجد أي جدوى من المحاولة، لأنها ليست ممكنة. فنحن نخشى فعلا هذا المآل، أن تتحول غزة إلى مقديشو البحر المتوسط. أيضا مسألة التهجير القسري، نحن ندعم شعب غزة، لكننا بحاجة إلى أيضا دعم استقرار وأمن المنطقة كاملة، لأنها مهددة بشكل كامل. Translation, please. Yes, coming up. The European Union was on its way to impose sanctions on two Israeli ministers. However, الاتحاد الأوروبي كان في طريقه لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، لكن هذا لم يتم. وكان ذلك في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف أعمالها. أنا هنا في صلاحياتي كنا فعلا نتحدث عن فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين. And decided to go to the technical bodies. Still not yes. Still not no. ما زال الأمر في خوض النقاش. لم نحصل على موافقة ولا حتى رفض. هم يعملون في هذا الصدد. وبعض الوكالات والمؤسسات التي هي مسؤولة عن
الأعمال غير القانونية التي تتم في الضفة الغربية سيتم محاسبتها ووقف مساعدتهم وأيضا فرض عقوبات عليهم. السؤال الأخير لو سمحتم. الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الوساطة من الولايات المتحدة ومن قطر، وهم المسؤولين عن أعمال الوساطة هذه. سيكون إن لم يتمكنوا من إحراز نتائج سيكون من الصعب تدخل أي طرف ثالث. نحن نشارك وكل التقدم يتم إعلان عنه ونأسف لعدم التوصل إلى حل حتى الآن، لكننا نستمر بالدفع من أجل الوصول إلى ذلك الحل. ماذا يسعنا أن نفعل أكثر من ذلك؟ نقوم بالتدخل من خلال صلاحياتنا من أجل الدفع إلى هذه الغاية. لدي مسؤولية بأن أرسل أشخاص إلى الأرض هناك، لكن أنا مسؤول عن سلامتهم وأمنهم. فالظروف السياسية والأمنية ليست سليمة، وكذلك نحن دائما بحاجة لموافقة من الجانب الإسرائيلي. في ظل عدم وقف إطلاق النار لن يتم من أي جهة كانت إرسال أي مندوبين أو أي ممثلين عن أي منظمة دولية ليكونوا على الأرض. الكل جاهز للحضور، لكننا بحاجة لأن نضمن أن الظروف الأمنية مواتية لوصولهم.